أهلا بكم مشاهدينا. أكد زعيم حزب الأمة القومية الصديق المهدي دعم ومساندة الحزب للثورة التي حققت أهدافها وأزالت النظام السابق. وقال الصادق لدى مخاطبته جمعا من المزارعين بدار الحزب في ود مدني حاضرة الجزيرة إن الحزب قدم الشهداء وعارض نظام الإنقاذ لثلاثين عاما، وأضاف أن المرحلة المقبلة من الثورة سنوافيها بالدعم والمناصحة، مشيرا إلى أن هناك موروثات من النظام السابق يجب أن تقاوم، وأن النظام المخلوع ما يزال موجودا ولا بد من تصفية التمكين. وأضاف أن النظام السابق دمر مشروع الجزيرة بصورة ممنهجة، ويجب العمل بصورة عاجلة على تأهيل المصانع والمحالج والمشاريع المروية بالمشروع، ودعا إلى التعاون والاستعداد للانتخابات وتقديم الأكثر تأهيلا وتعليما لتحقيق مصالح الشعب. نحن إذن علينا أن نستعد. الحملة الحالية حملة استثنائية يقوم بها حزبنا تعبويا وتنظيميا وإعلاميا ودبلوماسيا وفكريا في كل الجوانب، لنكون السد الشعب المنيع لحماية هذه المرحلة ولبناء المرحلة القادمة، الانتخابات العامة الحرة المنتظرة. إلى ذلك طالب ممثل المزارعين بتكوين لجنة للتحقيق في قضايا الفساد بمشروع الجزيرة وتخصيص محكمة خاصة للمشروع وإلغاء نظام الزراعة التعاقدية، مع ضرورة إعادة النظر في القوانين واللوائح السابقة التي تحكم المشروع وإعادة الممتلكات المنهوبة بحسب تعبيره. أصحاب الملك الحر والنظر بالإيجار وتحديد الملكية، وأن تكون لجنة قانونية لحصر ممتلكات المزارعين وأسهمهم في المؤسسات المالية والبنوك وشركة الأقطان، وفتح ملفات الفساد والاختلاس والنهم الذي طال كل شيء في أصول المزارعين، وتقديم الجناه للعدالة واسترداد المنهوبات. الله أكبر ولله الحمد. هذا وطلب زعيم حزب الأمة القومية الصديق المهدي خلال زيارته لولاية الجزيرة، طلب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر دولي لدعم السلام والتنمية في البلاد. وقال لدى مخاطبته جماهير الجزيرة بمنطقة الحاج عبد الله إن الحزب يدعم مؤسسات الحكم الانتقالي ويسعى لترتيب انتخابات حرة ونزيهة. هتافات استقبلت بها جماهير ولاية الجزيرة بمنطقة الحاج عبد الله زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في زيارة قل ما توصف بأنها استثنائية بحسب اللجنة العليا للنفير التي يقودها الحزب. الصادق المهدي نادى معاونوه للالتفاف حول أفكاره وبرامجه التي تشكل ضمانا للشعب السوداني. الحبيب الإمام الآن ينادي بتحالف للحرية والديمقراطية والسلام والتنمية والأخاء. هذا المشوار وهذا النداء إذا لم نصطف معه وإذا لم نقاتل دونه، فإن كثيرا من المتربصين يظنون أنهم يستطيعوا أن يطفئوا نوره. مشروع الجزيرة وتهميش الوسط أبرز الأجندة التي تناولتها قيادات حزب الأمة القومي بولاية الجزيرة، مطالبين في ذلك بإصلاح المشروع وكل الأقسام التابعة له، مؤكدين وقوفهم ودعمهم ومساندتهم للحزب وبرامجه. إن حزب الأمة بولاية الجزيرة كغيره من باقي الولايات عانى في الماضي من شح الإمكانيات، ولكننا استطعنا أن نطوع كل الظروف ونسخر ما لدينا من إمكانيات أولا للتواصل الاجتماعي، لأنه هذا أساس هذا العمل، وأعتقد أننا قد نجحنا إلى حد كبير في هذا المسعى، واستطعنا أن نصل قواعدنا في جل مساحات هذه الولاية. الصادق المهدي كشف عن جملة من التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، أكبرها التركة الهائلة من الإخفاقات الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية التي تركها النظام المخلوع، بجانب المحاصصات التي أدت إلى تسلغ وظهور فئات وصفها بقلة الكفاءة بحسب تعبيره. وطالب المهدي القوى الدولية بتطوير مشروع أصدقاء السودان إلى مؤتمر دولي لدعم السلام والتنمية بالسودان. النظام ده بيواجه تحديات هائلة، التركة المثقلة من إخفاقات أمنية واقتصادية ودبلوماسية والتي تركها النظام المخلوع.
وكذلك محاصصة بعض القوى المعارضة أدت إلى تسلق وظهور فئة قليلة الكفاءة مستهترة بتصريحاتها، مما يأتي بمضار ونتائج عكسية. زيارة الصادق المهدي لولاية الجزيرة وجدت استقبالا كبيرا في عدد من المدن والقرى التي تنتشر فيها قواعد الحزب، خاصة في وسط الجزيرة. صام الدين عباس الشروق، ولاية الجزيرة، مدينة الحاج عبد الله.